بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصفح ماء التاريخ إن كنت قارئا، فما ساد في الدنيا جبان وخائر، وظنت فرنسا أنها حرب ساعة، وتمشي وئيدا في القيود الحرائر. تعاقبت الأحداث ترمي جزائرا، وتبقى على رغم البغاة الجزائر. جزء من قصيدة كتبت عن الجزائر. أراد منشدها المالي توفير نسبة كبيرة من الأكسجين تتنفسه علاقات البلدين. في الجزائر، الطفل فور ولادته يصرخ بالوطنية، يرضأ الرفض، ثم تسلح مراهقته ويعسكر شبابه تحسبا لأي طارئ. وفي جمهورية مالي التي سخرت ترابها واستنفرت شبابها إسعافا لجزائر أثخنتها مخالب المستعمر الفرنسي، لا مساومة على السيادة. فمنذ متى يلام رجل رأى في داره جدارا يريد أن ينقض فأقامه؟ هناك ذاكرتان، ذاكرة الإنسان وذاكرة الزمان، تنسى الأولى وتختزن الثانية. أكاديميا، فتحت الدولة الجزائرية الباب على مصراعيه للطلبة والباحثين الماليين. وباستجواب تاريخ النضال يبرز لك عبد العزيز بوتفليقة، أو قل عبد القادر المالي، ليختم على وثائق الذكريات في منطقة هو أدرى بشعابها، منطقة غاو بجمهورية مالي. أيها المشاهدون الأكارم، هل الجزائر ضد الجميع أو الجميع ضد الجزائر؟ لتحليل المواقف الجزائرية التي تصفها باماكو بالضبابية وتصر الجزائر على وصفها بشفافة، نستضيف عددا من المحللين والباحثين. الأستاذ الشيخ صالحين باتشيلي من جمهورية مالي، باحث محلل يحلو لنا تلقيبه دائما بممثل الجيل الساخن. ومن المملكة المغربية الأستاذة الزيواني لطيفة، الرئيسة الوطنية لنساء المنظمة المغربية للصوت الوحدوي، مستشارة برلمانية سابقة، محللة سياسية. ومن العاصمة السنغالية المرشدة الدينية الدكتور أم كلثوم جابرة. وفي المحطة ما قبل الأخيرة، وقفة مع الإمام الدكتور إبراهيم كالي. ونختم بسيدة زينب الحسن كوناتي. الأستاذ صالحين، مالي ضحت بأفلاذ كبدها من أجل الجزائر، وضعت ترابها تحت تصرف المناضلين الجزائريين، لكن باماكو في أحلك الظروف وجدت المدفوع الجزائري لا يكفي لتسديد الفواتير. أليست مالي بهذا التصرف تبطل تضامنها مع الجزائر بالمن والأذى يا صالحين؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لأشقائنا الجزائريين من قلب باماكو إلى عاصمة الجزائر، وتحية خاصة للرئاسة الجزائرية، وتحية كذلك لحكومة باماكو أو حكومة مالي، وشكر للمقدم جنرال الشعراء الأديب والخبير والناقد الذي أتحفنا بهذه الأبيات الشعرية الرائعة التي تؤكد على العلاقة الوطيدة بين باماكو والجزائر. وأرحب بالأخ الدكتور إبراهيم كالي الذي رافق الزميلة إلى هذه الجلسة وهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. بداية، ما أستطيع أن أقوله أن دولة مالي دولة شقيقة كما يقولها الجزائريون أنفسهم،
كنا نطلق على الجزائر بالشقيقة الكبرى، وأعتقد أن دول الجوار هذه المنطقة وهذه الدول السبع التي تحد مالي، نعتقد أن الجزائر أكثرها علاقة بمالي سابقا ولاحقا منذ قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، ونجد أن هناك علاقة ثقافية تعليمية دينية سياسية، حتى علاقة محلية إقليمية دولية، علاقة تبادلية بين السلطات وبين الشعوب وبين الحكومات، فإن دل ذلك على شيء يدل على وطيد العلاقة الموجودة بين مالي والجزائر. وما نراها على الساحة هو ضباب فقط وسيمر كذلك. نعم، شكرا الأستاذ صالحين. نرى أن تبني الجزائر لمطالب الفصائل المسلحة في المناطق الشمالية لمالي خرج من دائرته الحكومية ليصبح هماً يراود معظم القطاعات بما فيها القطاع الأكاديمي. تابعنا عبر قناة الحدث أستاذ العلوم السياسية دكتور توفيق بوغادة يرى من المرفوض وصف حملة السلاح على وجه الدولة بالإرهابيين، فهل يدرك الدكتور بوغادة خطورة موقفه المنحاز إلى فعلا وساط قد يتوبون؟ وهذا بلا شك إن شاء الله. ينبغي أن تكون العلاقات بين السلطات، أما قلب تلك العلاقة إلى إطار آخر هذا ليس جيدا بالنسبة للخبراء والمثقفين والمفكرين. عليهم حتى إن كانوا يعلقون أو يتدخلون أن يتدخلوا بحكمة وبإرجاع هذه العلاقة إلى البلدين. طيب، هناك سوء تفاهم الآن بين الجزائر ومالي، وهذا الوصف الذي نحن عليه اليوم لم يكن موجودا، لأننا بالرجوع إلى التاريخ نجد أن أكبر سلطات الجزائر السابقين عاشوا في شمال البلاد من منطقة تومبكتو إلى كيدال، وكانوا يزورون باماكو كما كانت باماكو أيضا تقوم بزيارتهم. فكل واحد منا من الجزائر والمالي هذه العلاقة يجب أن تحترم، علاقة بين السلطات المحلية والإقليمية. فالتدخل في الشأن الداخلي في أي بلد هذا لا يسر أي دولة إن كانت دولة ذات سيادة، ومالي دولة ذات سيادة لها استقلاليتها، لها رؤاها، لها علاقتها، تعقد العلاقة مع أي دولة شاءت، وكذلك الجزائر. فالجزائر هناك بعض الدول لها علاقة بالجزائر، كما مالي أيضا لها بعض الدول لها علاقة مع مالي. فإذا كانت هناك هذه التوترات علينا أن نبقى في ذلك الإطار وندرسها ونعالجها. فتصور أن مالي ترحب ببعض الانفصاليين الخارجين على الدولة ولا تحترم سيادة الدولة وتخرج على قوانين الدولة، فلا شك أن ذلك لا تسر الجزائر، فكما لا تسر الجزائر لا تسر مالي أيضا. تبقى العلاقة دبلوماسية، أما التدخل المباشر وعقد اجتماع مع الخارجين على الدولة، مع المتمردين، مع الذين خرقوا كل البنود، فهذا ليس في صالح دولة الجزائر. ونحن لا نحسب أن الجزائر تقبل ذلك لو فعلتها مالي، فإذا كانت لا تقبل ذلك لنفسها فلا ينبغي أن تقبلها لدولة مالي. مالي تمر بأزمة سياسية عسكرية دولية محلية خطيرة، فكانت تمد يدها إلى فرنسا وتمد يدها إلى مونيسما وتمد يدها إلى أمريكا، فوجدنا أن هؤلاء من أكبر الداعمين للانفصاليين المتمردين. وكنا ننظر إلى الجزائر نظرة أخوة وودية، فما كان لهم أن يخيبوا ظننا فيهم ولا أن يعقدوا علاقة وجلسة مع هؤلاء.
بدون علم السلطات المالية، فعلى أي أساس؟ سواء أساس تعليمي ثقافي هذا لا يهم، المهم إذا كانت هناك جلسات أن يشعروا سلطة مالي وألا يتدخلوا في شأن مالي. فهناك معلومات ربما مسربة أو غير مسربة أن هؤلاء الانفصاليين يأتون من الجزائر ويعقدون ويدخلون ويخرجون ويعقدون كل ما يدور في مالي من الأمور السياسية وغيرها، فيتفقون على شيء. إذا اتفقوا على شيء بعد أيام وشهور نرى تمردا ونرى جماعة مسلحة تخرج وتقتل المدنيين وتقتل الأبرياء وتقتل، وحدود الجزائر مفتوحة أمامهم. هذا الذي لا يفهم، هذا الذي لا يفهم. فكل ما تمر به مالي اليوم في تاريخ مرت بها الجزائر من عامل عصاة قد يتوبون 1991 كانت هناك جماعات مسلحة خارجة، ووجدنا أن جماعة إسلامية قامت ولا نذكر الأسماء معروفة، مرت الجزائر بكل ما تمر بها مالي من الأزمة الاقتصادية، أزمة سياسية، أزمة دبلوماسية وكذا، فوقفت باماكو بجنبها واستضافت مالي كبار الشخصيات كانوا يأتون إلى مالي ودعمت مالي عسكريا ولوجستيا وماديا. فهذا الموقف الذي نرجوه أن يقف مثله ويقف مع مالي ولا يكون ضد مالي، والعلاقة تبقى، العلاقة تبقى مجرد مرحلة وستمر إن شاء الله. شكرا الأستاذ صالحين. بضياف علي كافي زروال، خالد نزار، عباسي مدني، علي بالحاج، محفوظ نحنا، أسماء تعيد الذكريات العشرية السوداء للجزائر بين عام 1992 إلى عام 2002. إصرار الجنرالات على حل الأزمة جزائرياً أوقف كل الوساطات الدولية خلف الباب، والجزائر بوسائلها الأمنية تمكنت من إيقاف النزيف. فهل يحرم على مالي ما يباح للجزائر علما أن باماكو لم ترفض اليد الممدودة؟ بارك الله فيكم جنرال الشعراء، هذه نقطة مهمة جدا. هذه الأسماء المذكورة بوضياف وعباس مدني وغير هذه الأسماء، هذه الحرب الأهلية التي مرت بها الجزائر، رفضت الجزائر التدخل الخارجي، يعني لا فرنسا ولا أمريكا ولا روسيا ولا ما بعد مرور 10 سنوات نرى أن الحرب قد انتهت وجلسوا على طاولة التفاهم وإيقاف الحرب دون تدخل أجنبي. فلماذا أباحوا لأنفسهم ذلك ولا يبيحون ذلك لمالي، علما أن مالي قالت فقط بخروج فرنسا من أراضيها وبخروج أمريكا من أراضيها وبخروج كل القوات الأممية من أراضيها بس. فهذا دليل على وطنيتهم وعلى حبهم لوطنهم. فنحن نعرف جميعا أن الدول التي دخلتها الدول الأجنبية الأخرى لم تخرج هكذا، إنما دمروا تلك البلاد وشتتوا أهاليها وشردوا وفعلوا ما فعلوا. شوف إلى العراق، شوف إلى ليبيا القريبة منا، وانظر إلى الأماكن الأخرى واليمن، هذه الدول دخلتها دول أخرى أجنبية فأفسدت أنظمتها. هذا الأمر الذي ترفضها مالي، يعني التدخل الأجنبي ليس في صالح أي دولة، لأنهم إذا دخلوا دولة لا يخرجون منها بسهولة، والمواثيق الدولية والتوقيعات التي يوقعون عليها لها ردات فيما بعد، إما ردات أخلاقية وسياسية وإما أشياء أخرى. لذلك ترفض باماكو ومالي
هذا التدخل الأجنبي، لا لأنه لا يأتي بخير وليس في صالح أي مواطن يحب وطنه. شكرا جزيلا الأستاذ صالحين باجيلي ممثل الجيل الساخن، أنت موافق؟ موافق. شكرا. وتنضم إلينا من المملكة المغربية البرلمان المستشارة البرلمانية السابقة زيواني لطيفة. السيدة زيواني، لك سؤالان. السؤال الأول، هناك حلقات كثيرة لمسلسل التوتر بين الجزائر وشقيقاتها. في فبراير 2023 توترت العلاقات بينها وبين تونس لاتهامها الأخيرة بالمشاركة في تهريب الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي. وحسب موقع الخليج الإلكتروني بتاريخ 25 أبريل 2022 كشف مصدر دبلوماسي بأن العلاقات المصرية الجزائرية أصبحت على المحك بسبب اختلاف موقفيهما من الملف الليبي. وقال موقع الأمواج الإلكتروني بتاريخ 1 أكتوبر 2023 إن العلاقات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة تغلي تحت السطح، علاقة مع مالي يمازجها عدم الثقة، جدار قطيعة مع المغرب فشلت المبادرات في كسره. فهل الجزائر ضد الجميع أو الجميع ضد الجزائر؟ بداية أشكركم سيدي الفاضل السيد أحمد الدرامي على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا النقاش. وجوابا على سؤالكم، لابد من الوقوف على السياسة الخارجية للجزائر. السياسة الخارجية للجزائر تنبني على السيطرة وتنبني على الغطرسة والهيمنة من خلال تغذية الصراعات والنزاعات الانفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولخياراتها السيادية. دولة مالي نموذجا، وفي مستوى آخر هي مبنية على استمالة صناع القرار من خلال عملة البترودولار وكوبونات الغاز، هذا في مواقع أخرى. هي سياسة خارجية تستمد أفكارها من الفكر الاستعماري المبني على تقسيم الدول، نشر الفوضى والسيطرة على خيرات هذه الدول وجعلها تابعة لها. ينضاف إلى هذا أن هناك العداء المطلق، هناك عقيدة العداء المطلق لكل ما هو خارجي وخاصة لدول الجوار. ففي كثير من الأحيان تقوم الجزائر بتصدير أزماتها الداخلية المتتالية صوب الخارج بخلق أعداء خارجيين، كما أنها حينما تراكم أخطاء دبلوماسية كبيرة كما هو الأمر الحاصل بمنطقة الساحل تتجه بالاتهام إلى دول أخرى كاتهامها للمملكة المغربية وللإمارات العربية المتحدة. ورجوعنا إلى الأزمة المالية الجزائرية ووقوفا عند البيانين الصادرين على الحكومة الانتقالية المالية ووصفهما بما قامت به الجزائر بالأعمال غير ودية واعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مالي الشقيقة، أعتبر صك اتهام مبني على حجج ودلائل موجه للجزائر، وهو أيضا إشهاد للمجتمع الدولي وللمجتمع المالي لما قامت به عند استقبالها لأحد أشد المعارضين وأطراف أخرى سمتها باماكو، إما بانفصالية وإما لها علاقة بتنظيمات إرهابية. استقبال بحجة توطيد العلاقات الدينية بين الجزائر وبين الطريقة الكونتية بحضور رئيس الاستخبارات الخارجية والمدير العام للتوثيق والأمن الخارجي وبدون حضور لوزير الشؤون الدينية، وهذا يشير إلى أن الأمر يتعلق بأشياء أخرى ولا يتعلق بتوطيد علاقات دينية وروحية، ربما يتعلق الأمر بالتخطيط لأشياء أخرى، وهو ما فطنت له الحكومة المالية الانتقالية. الملاحظ أنه في نفس الوقت الذي يعمل فيه الجيش المالي على توحيد البلاد بتعاون الروسي تعمل الجزائر على الضغط على دولة مالي الشقيقة باستقبال انفصاليين
أو سلفيين لهم علاقة بتنظيمات إرهابية خطيرة مثل تنظيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين. وهذا ما رد عليه بيان خارجية دولة مالي الشقيقة، بل ذهب إلى أبعد مدى ويحمل مسؤولية الإرهاب في المنطقة برباتها إلى الجزائر وترى فيها مصدر خطر. هناك مسألة أخرى أريد أن أشير إليها، أنه في الدستور الجزائري تم إضافة بند مفاده أنه يمكن نشر قوات خارج البلاد. الجزائر في الحقيقة أرهبتها التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة. الجزائر لا تبحث على شراكات متوازنة ومتكاملة كما يفعل المغرب، لا تبحث على لم الشمل في المنطقة، بل هي تتخذ من اتفاق السلام الذي وقع في 2015 وسيلة، بل تتخذ منه جسرا، لأنه هو الجسر الوحيد الذي بقي لها مع منطقة الساحل، هذا الجسر الذي تجري تحته العديد من التنظيمات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية تعمل على تشتيت المنطقة. اليوم إفريقيا تنهض، اليوم إفريقيا تنشد التنمية المستدامة، تنشد مواجهة التحديات والمخاطر، وهذا لا يمكن أن يتم إلا باستراتيجية فيها لم الشمل. الجزائر تعاكس أيضا كل المبادرات التي من أجلها المساهمة في هذا المفهوم، تعاكس مبادرة المملكة المغربية، المبادرة الأطلسية، وكل المبادرات التي يمكن أن نستفيد منها كلنا المملكة المغربية وكل أشقائنا الأفارقة في إطار سياسة جنوب جنوب رابح رابح. السؤال الثاني سيدة لطيفة، الخطابات الملكية المغربية كما جرت العادة تتسم بالرزانة وبعد النظر، والملك محمد السادس حفظه الله وحفظ الله كل القادة أسيمي غويتا، إبراهيم تراوري، عبد الرحمن تشاني، حفظهم الله جميعا، الملك محمد السادس لا يتردد في دعوة الأشقاء في الضفة الأخرى إلى تجاوز التصرفات العقيمة التي لا تنتج نموا ولا ازدهارا للشعبين. لماذا الحكومة الجزائرية تعارض المغرب ولا تشجع مبادرات الملك محمد السادس نصره الله؟ هي دعوات كثيرة، سأعطي بعض الأمثلة. أما الدعوات هي كثيرة وعلى امتداد سنوات. في الذكرى، في خطاب الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى إنشاء آلية مشتركة، آلية سياسية بطبيعة الحال مشتركة للحوار والتشاور. في 2021 في خطاب العرش توجه جلالة الملك بخطاب مباشر للرئيس الجزائري لتطوير العلاقات المغربية الجزائرية، ولكن الجزائر هي مصرة على معاكسة المغرب ورفض كل الدعوات، بل البحث على المزيد من تأزيم الأوضاع. الجزائر خلقت منظمة مسلحة فوق أراضيها تقدم لها كل الدعم من أجل زعزعة ليس استقرار المغرب فقط، بل المنطقة والإقليم برمته. الجزائر لما يقارب 50 سنة وهي مدة النزاع المفتعل، وهي تقوم بالعديد من المناورات، تقود العديد من المناورات الخطيرة ضد وحدتنا الترابية لما يزيد عن مدة طويلة، وهي تبحث على منفذ على المحيط الأطلسي بتقسيم المغرب. هي منذ سنوات وهي تبحث على ريادة إقليمية بأدوات عتيقة وبفكر يؤمن أو ما زال يحن إلى ماضي الحرب الباردة، تبحث على ريادة بنشر الفوضى. وأنتم رأيتم ما تقوم به في شمال مالي وما قامت به في ليبيا، إبان الأزمة أو مؤخرا، وتتبعنا جميعا تهديد خفطر لها بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدد من الأشياء التي تقوم بها ضد تونس، ضد العديد من الدول. المغرب يدافع على ملف صحرائنا المغربية بالقانون وبالقيم،
ويقترحك حلا نهائيا وحلا وحيدا لهذا النزاع المفتعل عفوا وأوحد، هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهذا المقترح هو محط إشادة دولية. جلالة الملك يمتلك فكرا استراتيجيا مواكبا للتحولات الجيوسياسية والتحولات الخارجية بصفة عامة وبصفة خاصة بالفضاء الإفريقي وعلى مستوى بيتنا الكبير إفريقيا، ويؤمن باللحمة ولم الشمل، وهناك مبادرات إفريقية تنطلق من مبدأ الذي أسس له جلالة الملك إفريقيا للإفريقيين، وهي مسألة وطنية محلية مختلفة تماما على فكر مونرو أمريكا للأمريكيين التي لا تنبني على فكرة نهضوية. مبدأ جلالة الملك مبني على التكامل وعلى التضامن وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويمكن أن يكون هناك دعم في إطار الوساطة ولكن الوساطة النزيهة، والمغرب سبق له أن هدأ عدد من النزاعات الحادة والمشاكل على المستوى الأفريقي وراكم تجربة مهمة في هذا المجال، ولعل خير مثال على ذلك الملف الليبي. وعودة إلى المبادرات المغربية، أقف على المبادرة الأطلسية التي تعني أن كل ما يملكه المغرب من إمكانات من موقع جغرافي ومن بنيات تحتية هي رهن إشارة أشقائنا الأفارقة في إطار سياسة جنوب جنوب رابح رابح. المغرب يبحث على الشراكات المتوازنة، الشراكات المتكاملة التي فيها الربح للجميع. هناك مجموعة من المبادرات التي قام بها المغرب، مثل مبادرة الغاز النيجيري. أنا أتذكر اللقاء التاريخي بين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده وفخامة الرئيس النيجيري. هناك مبادرة إنتاج الأسمدة من أجل تأمين الغذاء في عدد من في بعض الدول بإفريقيا، وهناك أيضا تفعيل مرصد الهجرة الإفريقية. إذن المغرب منشغل بالبناء، وسياسته مبنية على سياسته الخارجية مبنية على الوضوح وعلى الطموح، ومبنية على التعاون والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. قولوا لي ماذا أنجزت الجزائر في إفريقيا، ماذا قدمت لا داخليا ولا خارجيا؟ ومعنا في الاستديو الدكتور نديم الشعراء صفي الأدباء إبراهيم كالي. الدكتور إبراهيم، الجزائر شقيقة الجغرافية، شريكة المصالح الاستراتيجية، إن فرقنا خطأ واحد جمعتنا صوابات كثيرة. بما تنصح الجزائر وجاراتها هنا وهناك فضيلة الدكتور؟ الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على محمد خير نبي أرسله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مؤسف جدا لرؤية الجزائر الشقيقة تتودد إلى الغرب وتهمل الأفارقة وتقبل الهدايا المسمومة من فرنسا. فرنسا التي تدعو الأشواك في طريق موين الوطني والإقليمي، لكنني مضطر لنصرة الأخ ظالما أو مظلوما وإقنائه بمراجعة أخطائه في حق الجيران. رؤساء الجزائر السابقون أحمد بن بلة، بومدين، الشاذلي، بن جديد وغيرهم تعاملوا مع رفقاء جيلهم من رؤساء مالي ثم غابوا جميعا، وبكت الشعوب تواصل طريق الوحدة والتحرر. على الجزائر أن تفهم أن خلف كل ابتسامة فرنسية خديئة ومكرة. يقول الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، فكم هي جميلة
رؤية زعماء دول الساحل مع رئيس الجزائر وجلالة محمد الملك السادس نصرهم الله جميعا، يجتمعون على طاولة واحدة لمعالجة مشاكل شعوبهم. في ختام كلمتي التي فضلت اختصارها نظرا لضيق الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا ويقوي صفنا لمواجهة التحديات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور الفخري نديم شكرا. ننتقل إلى بلاد تيرانغا، إلى العاصمة السنغالية دكار، مع المرشدة الدينية الدكتورة أم كلثوم جابرة. السيدة أم كلثوم، هناك خبراء استراتيجيون يرون الخلاف الجزائري الفرنسي لعبة لتحقيق مصالح خاصة، وأن الجزائر تلعب دور الوكيل التجاري لفرنسا صانعة المشاكل ومورّدتها إلى دول الساحل. فهل يعقل تخلي الجزائر عن مبادئها الاستقلالية لتقبيل اليد الملطخة؟ بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأشارك في هذه الحلقة التي من خلالها سيفهم الرأي العام المحلي والدولي أن الجارة الشمالية الجزائر تجاوزت الخطوط الحمراء، ناسية أن هناك جيلا جديدا يحكم البلاد، لأن القيادة العسكرية الحالية تملك خبرة كبيرة في حل الصراعات. على قيد آسم غويتا ورفقائه، لحسن الهز عاشوا سنوات طويلة في شمال مالي وأدركوا هجم المؤامرة ضد مالي، وميزوا الخبيث من الطيب من الوسطاء الدوليين، فلم يعد ممكنا تغطية عيون الماليين. أخي عبد الله، أدعو الجزائر إلى مراجعة السياسة الخارجية واحترام مالي وشعبها التي أرسلت أبناءها إلى ساحات الموت دفاعا عن الجزائر وتعذيبا لفرنسا التي قتلت في الماضي أحرار الجزائر. وفرنسا كررت مسلسل المذابح في مالي من أجل متامية الاقتصادية. أنا لا أؤكد ولا أنفي كون الجزائر شريكة سرية لفرنسا، لكني أذكر الجزائر أن أمهات ماليات فقدن أولادهن من أجل استقلال الجزائر تحريرها من قيود المستعمر الظالم الفرنسي. فإن لم تكن مستعدة لإطفاء الحريق فمن العار أن تصب الزيت على النار. ألا تشفع لمالي تلك الذكريات الجيرانية الإسلامية الأخوة السامية لدفاعها عن الجزائر وشعبها؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دكار عودة إلى منطقة ليبتا غورما، تحديدا بماكو، مع السيدة زينب الحسن كوناتي. ركيزتان قويتان، لا يفشل مشروع نهضوي بني عليهما. الأولى بقاء القيادة الثورية متسمرة في موقفها السيادي الرافض لإملاءات الخارج. الثانية احتفاظ الشارع بحماسه الوطني المتأجج. علاقة مالي مع الجزائر رسم خريطتها الكفاحية احتراق البلدين بنيران فرنسا. فمن رحم ذلك الوجع المشترك ولد انتحار الجنوب من أجل الشمال. لو عرفت الجزائر مقدار الملح والثوم المسموح بهما لاستساغت باماكو وجبة الوساطة الجزائرية. لكن مشكلة مالي مع الآخرين هي كيدالية المولد، ففيها من الثروات ما أثار جنون شركات التنقيب عن الذهب الأسود والغاز وغيرهما من مسببات الحيرة العالمية.
وإن كانت التصرفات الجزائرية غير واضحة الخطوط ساحليا، فلا بد من كأس تفاهم تتبادلها الأطراف المعنية. مهما ارتكب الخارجون على الدولة من كبائر ضد الذاكرة الوطنية، فصدر الوطن رحيب ويده ممدودة. بالطوارق يكتمل بناء جمهورية مالي، وبالعربية والأمازيغية تتحقق للجزائر أحلامها الوطنية. زينب ترجو لمنطقة الساحل عودة الأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيدة زينب الحسن كوناتي، فعلا كشفت الداء ووصفت الدواء. بالطوارق يكتمل بناء جمهورية مالي، وبالعربية والأمازيغية تتحقق للجزائر أحلامها اللغوية. والسلام عليكم.